غتدخل هاد الشق اللي في الشجره وغتبقى شهرين لداخل ما غاديش تخرج. طائر ابو قرن اولا البوقير، حيت كتبغي الانفه تعشش كطير لشي شق ديال الشجره وكتدخل ليه وكتبدا تنتفرش ديالها، حيت من هنا لقدام ما غاديش يبقى صالح ليها، وكتبقى تسد الشق اللي دخلت فيه بالطين كيجيبوا ليها الذكر، حتى كضيق الفتحه وكيبقى غا فاش تخرج المنقار. هنا كيبدا الدور ديال الذكر، كيجيب ليها الماكله حتى لعندها بلا ما تخرج تخدم عليها. فهاد الحياه كل واحد الدور ديالو، هو يحضر ليها الطعام وهي تبقى وسط دارها وغتجيها الماكله حتى